برضو جاية والشقاوة في رجلك، وأنا اللي قلت خلاص هنهدى بعد ما رجعت. اللون ده ميسة. خايفة عليك يا أخويا. خايف عليا ولا على المطرح؟ لو مرحوم مش مريحك كرامة تنزقي في حتة تانية عشان ترتاحي. جرالك إيه يا سيد؟ ده أنت عند سامي يا أخويا. ولا أنت الغربة والهوى نسوك ظهرك واللي كنت ساند عليهم دفهولك؟ رابطت فيه إيه؟ ما تظبطي. أنا ظابطة، بس أنت اللي ناس سامية. لا مش ناسي، بس طالما قلت سامية يبقى أنا على الصندل ده مبيت على زعلة كبيرة. هو بيفرق معاك ولا بيشق لك لفت من بصل؟ لفت من بصل؟ يا بنت مالك النهارده في ايه؟ انا تعبت يا سيد، انا كل ليله بتعدي عليا من غيرك بتوجع، وكل ما بحس ان احنا هنقرب الاقيك بتبعد اتوجع اكتر. اقعد افتكر كلامك، انت جدعه يا ساميه، انت بمليون راجل يا ساميه. على فكره بقى، انا لا جدعه ولا بمليون راجل، انا بنت زي كل البنات بتبل قدامك زي الورد ده. طب هدي هدي وصلي على النبي. عشوة كان يا بنت بيقول عليكي كده. محدش يقدر يقول عليا كده، انا اللي حاسه بكده وده بيوجع اكتر. لو ياها انت النهارده. ماشي يا سامي. حقك عليا يا اخويا يتقطع لساني اللي قلت كده تاني، بس بظهرك السيده ما تزعل مني. انا عارفه نفسي، ما يملاش عيني غير التراب ده. تراب؟ بقى لما انت في بيت واحد بقى شويه تراب يا ساميه. انت بتحلم على ايه؟ اوعى تكون بتلعب بيا، انا قلبي قايد نار وجتتي مش خالصه. على مين يا بنت؟ وحياه عينيك الحلوين دول اللي خلصوا بره قلبي. عدي بس النادي وتلاقيتها نشبك على طول. نشبك؟ ما احنا ياما شبكنا يا سيد، وبتيجي على اخر تكه وبتنفض. معلش جربين، اديني فرصه بس المره دي. المره دي بس يا بنت. طب تعالي اقول لك حاجه، تعالي. حركة بنت بلاش تناح. حاضر. بنت اللي خرجت. عظيمة عظيمة عظيمة. هاي ازيك؟ هاي ثواني هبقى معاكي. اوكي اوكي براحتك. ممكن نضحك تاني؟ ايوه هو ده هو ده. احكي لي ايه بقى بتعملي ايه؟ أنا لسه في الجامعة. أوكي. وبحب الفن قوي، وبالذات التمثيل. نفسي قوي أخش السكة دي. سكة؟ بس تنفعي على فكرة، يعني شكلك وملامحك يدخلوكي المجال ده بكل بساطة يعني. ما أنا عارف. يعني شكلك سكسي، أمورة، ناقصك شوية حاجات صغيرة كده وتبقي بيرفكت. بيرفكت. حبيبي. أشوفك تاني. أوكي. قولي بقى ايه الحاجات اللي انا ممكن اتعلمها؟ يعني محتاجين نغير شويه في اللون ده، شويه ميك اب، شويه حاجات كده صغيره وهتبقي زي الفل. انا بتعلم بسرعه قوي، بس المهم البدايه. البدايه اصعب حاجه. على الحرام لما كلمتني في التليفون بحسبك لسه مسافر، معرفش ان انت جيت. ولو مسافر اعمل بيك ايه يا حالتها؟ هترجم لي بالروماني؟ لا يابا، بس تخلص لاخوك اي حكايه خالصه كده. قلبك دليلك يا بيبو. وادينا جبنا لك بحكايه خالصه من غير صلصه. حط يا صلاح. صبح لي على نفسك وقول لي ايه الكلام. على حق يابا. بس دي حنه يا زميلي. حنه؟ الحنه دي في ليلتها روح امك، هات يا. ايه يا عمنا في ايه؟ ما الكلام رايح جاي اهو، انت قافش عليا ليه؟ الكلام راح وراك يا نبيبو، مش بخارست اللي عاملها معاك، ما تقوم بينا صلاح. امسحها فين يا سيد؟ هو بس بيهزر وهزاره غشيم. يا تروبش. ما تظبط يا. انت جاي حامل ايه يا عمنا علينا؟ ولا تزعل نفسك يابا. دي مصدرها ايه دي يا عمنا؟ يوه مالكش فيه، هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ يابا تلزمني، بس انا برضك لازم اعرف الكرفه اسمها ايه. يا ده انت هتعملي فيها طبيب شرعي؟ كشتك يا. انت مش عارف قافش عليا ليه يا عمنا؟ انت لسه هتعد. بينا صلاح. سلام يا غشيم. أحلى مسا عليكم يا رجالة. فالحنة إيه؟ آه. إهدي يا بيت، هتقطعي الصابع على حيلتك. طب هيلبسك الدبلة فين يا خاي؟ فداه، عندي 9 غيره، في وش العدو فرسه 10 زيك. بس أنا سيد ما بياخدش الناقص، ولو هو رضي أنا مرضاش يروح خالتك. جرى لك إيه يا مر؟
هو انت هتعملي حما عليا من دلوقتي؟ اه، واخليه يديكي بالجزمه ولسانك جوه بقك وينادينا اكمل عليكي وانزل فيكي قرص وتقريص في لباليبك يا بيت. كاتك ايه يا نصر؟ سيد سيد، ده نور عيني وحياتي كلها. ان شاء الله حتى يقطعني حتت ويفرقني كده 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 في الحار. يا بنتي يا مسهوك، بمناسبه التقريص بقى، انا الاوان تقرصيني في ركبتي عشان تحصليني. يا دي النيله عليا وعلى، جابوني من بدري، انت عايزاني اعمل ايه؟ ادعي على نفسي عشان اتسحب من وسطيك واخلص؟ هو اللي نخبزه النهارده نرجع نعجنه بكره؟ جرى ايه يا ميس؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ جرى لك ايه يا مر؟ هو انت بتعلي حسك عشان تقلبي الليله عليا؟ اسمعيني كويس، انا غرضي راحتك ومصلحتك وانت عارفه كده. عايزه راحتي يا اختي؟ يبقى سيبيني في حالي وسكي على السيره دي خالص. قلت ايه؟ قلت ان الست مننا ترسم أمارة الذكر قدام الخلق كلها. ماشي ماشي يا اختي، لكن بينها وبين نفسها ما تستحملش تعيش من غير ذكر. ربي خلق الست من ضلع الراجل عشان تنور راحتها وهي في حضنه. الراجل عايزك وشريكي ومش غريب، ولو خياره يحل رقبته ويحط راحتك مكانها والله ما يتنيها يا نصر. وهو مين ده يا اختي بقى ان شاء الله؟ ايوه، مادام سالتي يبقى بشرة خير. صلي على النبي. اه، ده البديل بتاعه، هيريح اكتر ان شاء الله. امي ما بقتش عايشه غير على المسكنات يا دكتوره. بس انت مالك؟ لونك مخطوف وعينيك مغربه، ولا اللي رفع خبور افغاني؟ ايه يا جدع انت الكلام ده؟ انا ماليش في الحاجات دي خالص. ما انا عارف انك مالكش فيه. يبقى حوار حرمه ومشعوطاك كمان يا صاحبي. صح ولا اخوك مضيع؟ حرمه ايه يا عم انت؟ انا فاضي للكلام ده يا عم. ده احلى كلام. طب اقولها لك بطريقتك. النسوان دي احمد زي الدواء اللي انت راسه وراك، لو ما لقيتش الشقره تلاقي السمره، ولو راحت السمره تلاقي البيضه، وكله بدايل يا عم. فيهم الكبسول الحنين، وفيهم الابره اللي بتشك، ولا مؤاخذه كده لو انت حظك اسود تاخد لبوس. لبوس؟ اه لبوس. قول بقى في ايه. مفيش يعني، بس هو ازاي يا صلاح تعرف ان البت دي عايزاك ومش ولا بتزاولك؟ بالظبط. زاولها انت كمان، خليها تسال سؤالك عشان لو سالت هتتشغل بيك وتجري وراك، وساعتها انت تقرر تقف وتاخدها في ايدك ولا تدوخها وتزوغ منها. رحت. انا لقيتك ما اكلتش كويس فقلت اما اجيب لك سندوتشات يعني. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا ست الناس؟ تسلمي ايدك يا حبيبتي. طيب خلي بالك من نفسك انت. طيب مش محتاج حاجه اساعدك في اي حاجه؟ لا 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 خالص. طب عن اذنكم. شكرا يا دكتور. ركز في الكلمتين اللي فهم لك. ها استنى، عامله ايه؟ هو ايه اللي عامله ايه؟ انت بتستعبط يا صلاح؟ من ساعه اللي حصل وما شفتش وشك ولا عبرت اهلي بكلمه، حتى المشكله اللي حصلت لي كنت محتاجه الاقيك جنبي فيها بس انت اختفيت خالص. وعهد الله كنت في الاسم ليلتها، انا اللي مخلص الحوار ده انا واخوكي. ومن ساعتها ما شفتكش. يا بنت انا كان لازم اخفى شويه، انت ما شفتيش اختك عملت ايه؟ كانت هتودينا في داهيه وتدخلنا في حوار احنا مش قده. طب وبعدين؟ ولا قبلين عادي، شويه وهتصهين وكله هيرجع لقديم. دي بتذلني يا صلاح، انا من ساعه اللي حصل مش قادره ارفع عيني فيها، انا خايفه تقول لبوخارست. لو كانت ناوية كانت قالت، انت بس اصبري وميني معاها شوية لحد ما تتصرف. تتصرف تعمل ايه يعني؟ اعمل كل خير. بجد؟ اه بجد. ويلا بقى امشي عشان ايه هنتشاف تاني كده. يلا. سلام يا عصر. يلا يا ادل توقع شوف شغلك، يلا يا ابني روح شوف الترابيزات، ما تخليهاش تغب عليكم. يا سيد. ست نصرة. ازيك يا حماد؟ مرحبا. سمعت يا اخويا انك طالبني للجواز. طب اتفضلي. ماشي. شوف يا استاذ نصر، اما راجل دغري المصريه كلها تشهد بالكلام ده. انا يوم ما فكرت اني اتجوزك، لا فكرت ايه؟ انا ما لحقتش افكر. انا لقيت عينيا مش شايفه غيرك، ودني دي لا مؤاخذه ما بتسمعش غير صوتك. طب ده انا على الحرام من ديني ورحمه ابويا وامي، ما فاكر من الدنيا دي اي حاجه حلوه ولا وحشه من ساعه ما حبيتك. بقى الحلو نصره والوحش اي حاجه ما فيهاش نصره. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انا يا اخويا ما سمعتش الا غنيوه حلوه.
ودني تقلت على سماعها من زمان. حمادة أنا مش عيلة. انزلي على الأرض على الدنيا اللي عايشينها يا أخويا وقولي بقى لو أنا قلت آه اللي زيك ممكن يعمل لي إيه؟ أحطك في نن عليا أعملك اللي طول عمري شايله لواحدة زيك، أبقى راجلك ضهرك سندك في الدنيا دي، أبقى الحضن اللي بتخش فيه الدنيا الوسخة. بس نصرة أنا مستعدة أبقى خدام تحت رجليك. بس بقى كفاية، أنت فاكر إن نصرة بنت جدالة هيوقعك كلمتين الصايصين اللي أنت بتقولهم؟ فوقي عينيا أنا لسه يا أخويا بعافيتي وحس أخويا في الدنيا، ومش أنت اللي هتصدر لي ظهرك يحميني من الدنيا. يا نصرة الست نصرة اللي تربيك وتربي عشرة زيك وتعلمك المرجلة وتخليك تعد بدل المرة ألف قبل ما يوزك شيطانك تعرف واحدة مش من توبك. طب ليه كده طيب؟ عشان تبطل أم العوق وما تكترش في الكلام. وبعدين عايز أقولك أنا لما أفكر أتجوز هتجوز راجل مش خدام يطفي تحت رجلي. العوافي يا أخوك. لا يا الحياة مفيش سايبان شغل. انت اللي بتقول كده يا ابو خارست، ده انت اكتر واحد ما كانتش عاجباه الشغلانه. ولحد النهارده مش عاجباني، بس معلش كل حكايه وليها قفلتها، وانت قفلتك من المكان ده ما ينفعش تخلص كده بعد اللي حصل. امال ازاي بس؟ زي الناس، انت تروح شغلك عادي وترفع راسك لفوق وتحط اصبعك في عين التخين. يا بنت انت انظلمتي، يعني صاحبه حق، مين بقى اللي يخاف ويكش ويهرب؟ ما بتمشيش كده يا اخويا وانت عارف الكلام ما بيخلصش. لا هيخلص، وحياتك هيخلص اول ما يشوفك واقفه قدامهم، واللي سمعك كلمه اديله من المنق خيار. انا بصراحه يا ابو خرست قفلت من المكان ده خلاص. عارف ان انت قفلتي وحقك تقفلي، عشان المكان ده اصلا مش مكانك. يا بنت انت زمانك دلوقتي مذيعه في اكبر قناه فيك يا بلد. بس معلش احنا نرجع شغلنا ونرفع راسنا لفوق ونمشي بمزاجنا مش بمزاج حد، فاهمه؟ حاضر حاضر يا اخويا اللي تشوفه. اضحك يا والله العظيم حرام العينين الحلوين دول يتمقوا في البتاع الصغير اللي انت ماسكاه ده. عندك حق والله يا اخويا، شاشته صغيره قوي. هات لي بقى تاب عشان اريح عينيا شويه. تاب؟ لا حلو ده مفيد للعينين، خليه معاكي. كده برضو يا سيد؟ خرب بيت قلبي، بتعرفي برضو تجيبيني. ماشي اتقل عسل. اتقل تاخد حاجه نظيفه. ماشي يا صايع. ماشي رواق. حاضر. هو بقول لك ايه؟ عايزه 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه عاوزه اجيب طقم خروج ضروري. بس انا معيش الفلوس دي، وبعدين انا حتى لسه ما قبضتش، ما انت عارفه عشان اللي حصل. يعني ايه؟ مش مشكلتي دي، اتصرفي فيهم النهارده. وبعدين ما سمعاكي بتقولي راجع الشغل. انا كنت فاكره انه خلاص خلصنا يا ايه. خلصنا؟ خلصنا من ايه؟ عشان يعني كنت خايفه عليكي وزعلانه؟ طب ما هو ده حقيقي. وبعدين ما انت المفروض تخافي عليا وما تزعلينيش، ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللي وجعني وهو قاعد قصادي اني مش عايزة يمشي، مش عايزة يبطل بص فيا، عايزة يحيلني اكتر يحشمني اكتر. عايزاه يجرب ويمسك ايدي، يلمس شعري، يزعقلي على الكلام اللي بقوله. انا زعلانه من نفسي قوي وزعلانه عليه، يعني حسيت كده. طب ليه؟ ليه بقى يا اختي؟ هي قهره والسلام؟ ليه ده ايه؟ انا قلبي اتفتح مره واتقفل مش هيتفتح تاني. والواطية عارفة، عارفة اني ما اقدرش استحمل ده كله. تحلبت ازاي ودخلت جوه مخي وخلتني قبله، مش عارفة. ميسا مش غلطانة، قطعت ميسا ومجهد ميسا. الله، يعني هي المحقوقة انها بتفكر فيكي؟ الله يا بنت، ما تبصي لنفسك بقى، الدنيا كلها بتجري وانت واقفة محلك سر. مستنية ايه؟ والله انا ما بقيت عارفة انا مستنية ايه. عبد الحليم مش هيرجع، ولا السنين اللي راحت هترجع، لا
لكن الحب اللي في قلبي مش راضي يحل عني بقى ويرحمني. وكان يا اختي عايش على امل ان كل اللي حصل ده ما حصلش. هو ما راحش لسيده ورفضه، لا، وانه مسافر ورجع وهكمل عمري معاه. ليه كده يا سيد؟ يا ريت كل اللي حصل ما حصلش. بصي للدنيا يا اختي، الدنيا حلوه والنعمه، بس اديها فرصه تضحك لك من تاني. تفتكري؟ اه طبعا افتكر، افتكر. واعملي على راي الست ما بتقول، قولي الزمان يرجع يا زمان، وحيرجع وحياتي. طب تعرفي؟ عايزه اقول لك حاجه، انت عارفه ان انا راجعه الصلاه تاني؟ بجد؟ اه، اصلا اتصلوا بيا وقعدوا يتحايلوا عليا مش قادرين يسلوني يا بت، ما انا كنت البريم. وانت يا ترى هتوافقي؟ انا لسه ما وافقتش يعني، والله يعني انا يعني مش عايزاهم يفتكروا ان انا مستنيه يعني على رنة. قال يعني، بس انا هوافق. ها؟ هوافق؟ وافق يا نصرة؟ يبقى خلاص انا حوافق، وانت هتفتحي قلبك للدنيا تاني يا اختي. انت يا زود القراقيش والطحال وموت الفشه، مش فاهم؟ هو بردك مقام الحكومه طبق من شكل وربيحي، نزل له يا ابني شوربه كوارع وطبق قلوب من خصوصي. غالي يا معلم. والغالي ينزل للغالي، عيب. واحنا معرفة الظهرية يا جدع. ها، طمني بقى على احوال الشرطة. لسه بردك شبكة مع الشعب وبيدنجلوا ايد واحدة. شبكة وكاتب كتاب كمان يا معلم. لا وانت وطني صحيح، بس انا ليه عليك عتاب. خير يا معلم. شوف يا نبيل، انت ترسم دور حكم دار المصرية ده على اي حد، بس تيجي لحد عندنا وتعرقه بروحك، عشان الحكومة لما تحط ايديها في ايدين عيل صغير لا راح ولا جه تتقفل سكتها قبل ما تتمها. ما تسيبك من سليق الحوار ده يا معلم وتجيلي في الدغري. تعجبني بخارست هو اللي قصدك علشان تعرف له اذا كنت شغال في الصنف ولا لا. حصل؟ حصل يا معلم، بس علمونا زمان اللي على راسه بطحة بيغطيها، وانت راسك عريانة لا مؤاخذة يا معلم، يعني ولا انا ولا سيد ولا اي ذكر في الحكومه يقدر يشاور عليك بالزور. طب وكتر الكلام بقى والرطرطه الفارغه، استنى لما يحصل. اسمع يا نبيل، اللي نحرت قلبي في السنين اللي فاتت دي كلها عشان ابنيه، مش هيجي حته عيل صايع وامين شرطه خارج بيتي يهدوه في لمه حشيش. امان ولا نهيده تاني؟ دوم العز يا معلم. العز للحبيب يا اخويا، وما تنساش بقى تحاسب وانت ماشي، وافرط ايدك في البقشيش عشان ما يقولوش عليك معفن. ايه رايك بقى يابا؟ لو مش عاجبك نغيرها ونجيب غيرها. بقول لك ايه يابا؟ عليا النعمه بتحولك وجه شرف جنبك هنا. يا حبيبتي يا سمسم. فعلا ورحمه امك. نويت تتأهل؟ نويت. وعهد الله نويت. يا لهوي، وانت عايز الراجل يغير رايه ولا ايه؟ يعني خلاص هنجيب لي حته عيل يمد في اسمي ويطول في كفني؟ ايه بقى لازمته الكلام ده؟ ربنا يديك الصحه. البركه فيك يابا. المهم انت تكون مبسوط. مبسوط مني؟ مبسوط يا سيد، مبسوط انك هتتجوز. بس هات، كان نفسي ابقى معاك كتف في كتفك وقابل الناس اللي جايه تبارك لك. معلش، تبقى معانا في الطلاق ان شاء الله. انا برضو يا سيد. سامي باشا. اهلا. ازيك يا عم جد الله؟ ربنا يبارك فيك. سيد ابني وعروسته. ازيك يا باشا؟ وجاي يفرحوني بجوازهم. الف الف مبروك. الفرحه دي شربتها عندي النهارده. كلك واجب يا باشا. بعد اذنكم. ماشي يا باشا، اتفضل. ما كنتش مستنيه من حضرتك كده ابدا، وخصوصا ان انت عارفه كويس مين قوي الحب. بصراحه انا ما كنتش متوقعه انك ترجعي تاني، وكان هيبقى عندك حق برضه. انا فعلا ما كنتش عايزه انزل، بس اخويا هو اللي اقنعني.
قال لي لازم تروحي، انتي ما عملتيش حاجة غلط. أحمد أخوكي هو اللي قالك كده؟ مش أحمد اللي قالي، سيد أخويا الكبير. آه هو في سيد كمان؟ عموما هو بيتكلم صح فعلا، انتي ما عملتيش حاجة تتخبي منها يا إرهاب. عارفة يا إرهاب؟ أنا قبل كده اتحطيت في موقف ممكن يكون أصعب من موقفك، موقف هدني من جوايا، وقفني كده قدام نفسي مش عارفة ابتدي منين أو ابتدي ازاي. كانت علاقة قدمت فيها كل حاجة وخسرت فيها كل حاجة. قعدت فترة طويلة قوي متضايقة ومش قادرة أسامح نفسي، بس بعد ما الوقت بيعدي بتكتشفي إن في حد تاني خالص هو اللي المفروض يتضايق من نفسه ويقرف منها كمان. فاهماني؟ فهماكي، بس انتي شكلك كده في حاجة تانية مضايقاكي غير اللي حصل، مش كده؟ احكيلي فضفضي ما تقلقيش. ايه اختي اللي جاتلك هنا مرة؟ مالها؟ يعني هي اصلها شافتني في موقف كده، يعني ما كانش المفروض اصلا يحصل بس هو حصل. مع حد بتحبيه؟ ايوه بحبه قوي، بس والله العظيم ما في اي حاجه حصلت بينا. ايه بس شافتنا وهو كان عايز يبوسني يعني وكده، ومش عايزه تصدق ابدا ان مفيش اي حاجه حصلت. وبتضايقك باللي عرفته عنك؟ اه مش عارفه ليه بتعمل كده، دي اختي. يمكن مصدومه من اللي شافته، يمكن يعني مش عارفه تتصرف ازاي، بس اكيد هي مش قصدها تاذيكي او تهددك. انتي بتعمل كده طول الوقت، ما تخليها تيجي تقابلني. ليه؟ هتعملي ايه؟ ما تقلقيش انا هعرف اتكلم معاها. يا اب ما تروق من التوه اللي انت فيها دي، مالك؟ ماليش يا معلم. مالكش؟ ده انت سمعت مهرجان عبيله واديله لما اتطرشت، بس ربك والحق انت الغلطان. ليه يا معلم؟ هو انا دخلت عليها دخله شمال لا مؤاخذه؟ ده انا طلبت لها الجواز. يا ضيف افهم، كل مره ليها سكه تنفع معاها. عندك مثلا المره اللي تحب الراجل الرايق الراسي اللي يخليها تلهري وتنكت وتفرك كده لحد ما توقع لوحدها. عندك كمان المره اللي تحب اللف والدوران لحد ما توقعه بمزاجها. في كمان مره بقى القرش يسيسها من غير لا كلام ولا هاري. طب وناصر سكتها ايه؟ لا دي بالذات مالهاش سكه. ابعد عن وشها احسن لك. لا يا معلم انا عايزها. ياكش يكون بتحبها. بحبها والختمه الشريفه بحبها وبموت فيها كمان. يا تكبر بقى واسترجل ولا احب لك واحده غيرها. الله، وانت ما شفتهاش لما كنا عندهم في البيت كانت عامله ازاي؟ مره زي الباجور، لا بتكبر للرجاله ولا لغيره. معاك حق، معاك حق، بس انا اعمل ايه؟ المره مخيشه في دماغي مش عايزه تخرج. فوق لنفسك ولشغلك، انت زي معوض اخويا وانا عايز مصلحتك. ما تخليش دماغك تجري ورا سكه ما تنفعكش. يلا او كله سلف ودين. الو بيوت ماشي خلص وكلمني. ها وصلوا لايه؟ تمام يا معلم. بيحصل قلب احبائي. شفتي الست اللي عملت شعرها برتقاني؟ دي غريبه جدا، انا بجد مش مصدقاها، انا شايفه انه كان احلى بكتير. كتير؟ ايه ده سيد؟ اه سيد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبوب؟ ازيك يا اخويا؟ خير؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ إيه اللي جابك؟ في يا بت؟ جاي أطمن عليكي. أنا بخير والحمد لله، ما تقلقش، أنا عاملة حساب يستأذن بدري عشان ألحق أوضب ميسا. بس بدري بدري، بعد لسه هنجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي إيه اللي مش هتوافق؟ الله حرام أكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا إيه؟ مش محتاج تكسر حاجة. أنا سامعة عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذة يا فندم، حقك عليا. غير إرهاب. حاضر حاضر يا اخويا. ما
ما تستغربش، أنا كده مش بحب أقعد في مكتبي كتير، بحب أفضل هنا وسط البنات عشان أفضل فاهمهم وحاسة بيهم طول الوقت. حاسة بيهم عشان قاعدة في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم، مش كده؟ أنا مقدرة زعلك ومقدرة كمان إن أنت اللي أقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحاب اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني، هتلاقيني واقف قدامك. وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست. وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح إنك ما تعرفش أنا مين. وما تعرفش كمان أنا ممكن أعمل فيك إيه بعد الكلمتين دول. بس أوكي، هحط نفسي مكانك، هحكم عقلي، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة خالص، وهعتبر كمان إن دي آخر مرة أشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني وزبون كمان، أصلا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل، وبإيدك دول كمان. ممكن بقى تسيبك من اللي في إيدك ده وتركز معانا بينا. مالك يا سلطان؟ ما انت كنت بتمق فيه بقالك ساعة، حد كلمك ولا هو حلال ليك حرام علينا يعني؟ مش كفاية ان هو مالي قبل كده؟ يا سلام، مالي قبل كده يعني لقيت في خبر متاكل مثلا؟ اسوة خير. انت عارف ان انا ربنا ما ابتلينيش بأي حد اقدر اثق فيه واسلمه اللي في دماغي غيرك انت. حبيب ابو صلاح. ايوه، او انت كده جبت التايهة صلاح. قول اخويا. بص اخويا، انت عارف ان الواد صلاح حاله مايل وسكته عوجه، وانا على يدك حاولت معاه مره بالاداوه والف بالعشوره ما ارتجعش. والسكه اللي ماشي فيها دي مش هتلط لوحدي، لا دي هتلط سمعتي وسط الخلق معاه. تربيه واطيه قوي، واطيه واطيه يعني. طيب ما دام مش عارفين تربوا العيال بتخلفوهم ليه من الاول يعني؟ يا عم ما هيش ناقصه حكم ومواعظ. انا اتصبت في ايه يا عم نبيل؟ اسمعني بقى اللي اقول لك عليه. الواد عايز يمشي في تجاره الصنف مع بوخارست. الصراحه بقى انا ما لقيتش حد غيرك انت. لا غير مين؟ هو انا يعني هعرف اقنعهم ولا ارجعهم على اللي في دماغهم هما الاثنين؟ لا يا اسطى ما اعرفش. ما اعرفش. طب اسمع بقى النهي يا امين الدرك انت. انا عايزك تزق عليه كام واد من السرسجيه والسوابق اللي انت تعرفهم كويس. عايزهم يعكسوه عكشه ليا، يفرموه لغايه ما يعرف ان الله حق. يعجزوه يعني؟ يعجزوه؟ يعجزوه. وماله؟ الكلام ده تقوله لصلاح ماشي، تصدر له قبل كاش القسوه يصدقك، انما انا لا، انا عارفك كويس يا سلطان، ده انت ما بتطقش الهوا الطاير على الواد، ولا حتى حمو النيل بتاع العيال الصغيره. اسره، هتخلص الليله دي ولا اشوف حد غيرك؟ لا، غير ايه؟ انت عايز تتلف الواد ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفه يا سلطان، الليله دي عندي. عندك عندك؟ عيب، خلاص عندي. اشرب بقى قهوتك. تعبتي نفسك ليه يا اختي؟ ده انتي المفروض تقعدي ونسقيكي. يا دي لعيبه يا نصره، ودي تيجي برضو يا اختي؟ انتي فاكراني دفا ولا ايه؟ تيجي تقعد كده وتضم رجليها في حجرها؟ قصدي لا يا بنتي يا مرمن، ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلميلي يا حبيبتي. مكسوفه منك يا نصره على السواق اللي حاصله في الشقه، كنت خليتيها عندي. جرى ايه يا بنتي يا هبله؟ عندي وعندك ايه؟ الشقه هنا اوسع، ولو على النظافه تعالي بكره نضافي. لا يا اختي ولا اعرفك. يبقى ما انتيش ماشيه غير لما تنضفي. قولي لي ايه رايك؟
الله ده جميل قوي، تسلم ايدك يا بت، عقبال يوم فرح حبيبتي قمر والنبي. مش بدري يا حوبة، المكياج يسيح. يسيح مين يا نصرة؟ ده مكياج حوبة اللي ما يطلعش الا بالحموم يا اختي. بتي يا ايمان، إيه؟ البت دي اصلها جواها نار قايده، سيح اتخن مكياج. بتقولي ايه يا نصرة؟ اي اختي نار قايده كده فيا ومش عوض، اهري من كنت يا اختي منك ايه. الله يرحمه الله يرحمه، يبشمش الطوبه اللي تحت قرعته. هو مين ده يا ولية؟ المرحوم اللي انتوا عمالين تسفوا في قهوته ده. جرايه وليه منك ليها؟ فرح ده ولا عازه؟ بس سمعيني زغروطه يا اختي انت وهي. بتي ايان ده يا احمد يشغل لنا مزيكا. لنا حاجه فرح يا اخويا من البتاع بتاعك ده بسرعه يا اخويا. او النبي اعمل لهم دي جي عشان ست يونيا تعرف تهزي. ايوه يا اختي هحس، وانت كمان هتهزي، وانت يا بنت هتهزي، وانت يا نصر هتهزي. هزه ماليش فيها هعلمك. ايه ده يا اخوان؟ ايه اللي انت شغلته ده؟ مش قلت لكم ده عزا مش كاتب وعلى المعاش كمان؟ يا اختي تفي من بقك، ما تغير الاغنيه يا احمد، انا عايزه كله يرقص، عايزه بتاعتي كده تبقى في جمالك. والنبي ظبطيها يا اختي، ظبطيها يا بطه وظبطيها. ايه دي بقى هتشعوضها؟ الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه. كنت يا دنايا تروح فرح صاحبك النهارده، وهيونيا كانت هتوديني عند الدكتور. خلاص يا اما انا جيت، والست كتر خيرها عملت معانا الواجب والزياده والله. بنت جدعه قوي، ربنا يسترها ما يفضحها ابدا، ما سابتنيش دقيقه واحده طول ما انت غايب. وابويا بقى كان فين ساعتها؟ ما هنش عليه مره ينزلك يوديك العياده ولا يعمل لك التحاليل بتاعتك. والنبي يا ابني قال لي، بس انا بقى ما حبيتش اتعبه. وكفاية عليه يا دنايا القهوة وبيته، وقالوا عليك طول ما انت غايب، أجي أنا كمان وحط. قلقوا عليا بقى سلطان، هيقلق عليا أنا. بقول لك إيه يا صلاح، مش ناوي يا دنايا بقى تصفى لأبوك؟ يا ابني أنت مالكش غيره من بعدي. ربنا يخليك لينا يا أمه ويطول لنا في عمرك. خليك ليا يا حبيبي، وتفضل لي سنة دي كده على طول. تلاقيش يا أم صلاح، أنا من هنا ورايح أفضل جنبي. لا هخليكي تحتاجي لحد ولا حاجة، وإن شاء الله هدخلك أحسن مستشفى تتعالجي كمان بدل بهدلة العيادات والتحاليل. يعني مش هتسافر تاني يا صلاح وتسيبني؟ لا يا أم صلاح، خلاص السفر ما بقاش جايب هم، وابنك ما بقاش حمل التنطيط بقى والبهدلة، والحمد لله الشغل ماشي هنا كويس وكل يوم بيبقى أحسن. أنت بس ادعي لي وهي هتزهزه وتبقى عسل. ده عيالك يا حبيبي، وربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. مش الشباك ده لغايه البلكونه اللي هناك دي، يلا تطلع الله. يا عم سلطان تقف تكاتشن ده، لو انت اجي عليك واقف على السلم متعلق في اللوبه. السلم وانا في السن ده؟ انت تعمل لي فيها عجوز، ده انت اعفى مني يا جدع. قرر يا ساهل قرر. راكب تاكي يا حوكا. ايوه خد تعالى. ايه يا كبير؟ شفت الصلاح؟ لا والله ما شفتوش. ليه خير؟ خير؟ اه اصل انا عندي معاه مشكله، بكلمه الصبح ما ردش عليا. ليش معاك دي اخضر؟ لا والله انا احمر. احمر؟ يلا انت تتهرج معايا. يلا يبقى كده ماشي يا عم بخير. يلا هات لي شاي. ماشي. بقول لك يا عم سعد، انا من امبارح وانا قلبي مقبول مش عارف، حاسس في حاجه غلط كده. تاخد كام وتخلعني من الليله دي؟ والنعمه لو قعدت تقول من هنا لبكره ولا هصدقك يا عم سعد. يا ايه وريت هرشني بالك انت يا سعد، وهم صغيرين ما كانش يستحمل عليها الهوا الطويل، جاي دلوقتي وعايز تخلع. يا جدع في ايه؟ ما تطمعوش فينا بقى. طب تعالى عايزين شاي وتعالى. في ايه؟ فرح باظ ولا ايه؟ لا يا راجل فرح ولا فارق. خساره. بص يا سيدي، والله العظيم ثلاثة ربنا هيفرحك زي ما فرحت ابوك بالحركة اللي انت عملتها دي. طب على الله الحرام، كان نفسي اخرجه يشوف ليلة زي دي، بس انت بقى عارف اللي فيها. عارف عارف يا ابني، ان شاء الله هتفرح باخواتك وبالبنت ميسة. بيت دي تتقل بالغالي،
بنت جدعه وبتحبك. البنت ميسه بقى مش عارف عملت فيها ايه. انت عارف انا في الغربه شفت نسوان اشكال والوان، الملفوفه والرفيعه واللي نفخهم على 18، بس اجي ابص في عين واحده منهم ما بشوفش غير ميسه. انت كداب يا ولد. صح يا عم سلطان، الست اللي تبص في عينيها وما بتشوفش روحك على حقيقتها تبقى غلطان في العنوان. يا سلام. ميسه بقى بص في عينيها كنت اشوف سيد بجد، اللي مالي عين الناس كلها من غير لا فتوانه ولا قوه. في الحب والدلع بقول لك ما تتكسفش، وفي وقت الزنقه شايلك حمود واقفه في كتفك وفي ظهرك وتقول لك هات اخويا كمان. بسم الله ما شاء الله. يا عم سلطان، في فرق كبير بين المره اللي تحسسك ان انت ذكر ومره تحسسك ان انت راجل بجد مالي عليها الدنيا. بس الله يكرمك عشان انت حركت مشاعري لدرجه ان انا هروح لسعد دلوقتي اخليه يخلعك واتجوزها. طب الله حرام لزعلك. لا لا خلاص انت صدقت ده كده في ايه؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة. يا عم سلطان ما تصبر. انا وصلت. بقول لك ايه؟ ما تخليش الراجل ده ينجس لك ليلتك وتعزمه، الراجل ده ما بيحبش يخل لحد. وانا ما قلتلكش مش المعلم فوده بطل نجاسه وحاج بيت ربنا وبقى نضيف. ابن حلال تعال اشرب بقى الشربات. الليله كبيره يا سيد، اركب كلمتين على الطاير. استنى تكرع الله فوده ما توصي ليله الجدع. نزل شويه شربات لعمك سلطان يا سيد عشان يروق دمه. تعالى مش هنتاخر. الله ربنا يكرمك يا اختي على وقفتك جنبي. أنا مش هقدر أقف معاكي أكتر من كده يا نصرة، لازم تتصرفي وتشوفي لك حل وإلا. حاضر يا حبيبتي حاضر والله. هي أوضته فين؟ من هنا. طب شكرا يا أختي. الحمد لله، الدكتور طمنا والتحاليل طلعت زي الفل. الحمد لله يا حبيبي. مفيش تاكسي عايز يقف ليه؟ يا لهوي يا خرابي يا صلاح يا ابني. الحقوني يا راس الحقوني يا راس. ايه يا ام؟ توك ما افتكرتي؟ ايه؟ ابنك ما وحشكيش؟ وبعدين يا معلم فوده، انا بقالي ساعتين راكب معاك العربيه عملت تجيبني يمين وشمال ولما اخذه في الاخر ما فهمتش حاجه. ماشي يا سيد، البضاعة اللي انت غبيت عليها انت والواد صاحبك ولهفتوها تخصني. بضاعة ايه؟ انت راح منك لحمة؟ بقول لك ايه يا ابن جد الله؟ بطل استعباط وتعالى دغري. ما انا جيت لك في الدغري عملت لي فيها مفتي الديار، زعلان ليه دلوقتي؟ تقوم تعمل الدور ده كله علشان اطلعك في النور واقول لك اني لسه ماشي يا سيد، لسه في الكار وكبير معلمينه كمان. صح كده، بس انت ما لعبتهاش صح يا سيدي. علمني، البضاعة اللي انت غبيت عليها دي لسه ما تدفعش تمنها، يعني مش في حيازتي 100%، وصاحبها المعلم عرابي ما بيرحمش، واحنا بقى ما يلزمناش رحمته. ما بفهم اللي غب غبة زي دي، يا اما يبقى قارح قوي ومستكفي يا اما عليها العوض. وانت شايفني مين فيهم بقى؟ شايف عليها العوض في شبابك وفي صاحبك اللي تحت ايدي. اسمع يا سيد، قدامك سكتين مالهمش تالت، يا اما فلوس البضاعه اللي بعتها توصلني لحد عندي وانا حراضي الراجل واشتري خاطره، يا اما راقب صاحبك وبعديها رقبتك وربنا يصبر العروسه. السيد بوخارستي يتخير بالنارين يا معلم. يساوي على ناس والحلم بيبيع
وسط غابة والعشق ممنوع عالغلابة. صدقني يابا من غير غرابة احنا عابد فيها بالديابة. اغلب لحد